بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الذي يحدد جنس الجنين؟ هل الرجل أم المرأة؟ الحقيقة لو تأملنا آيات القرآن نجد نصا في القرآن العظيم في سورة القيامة يخاطب الإنسان، هذا الإنسان الذي يظن أنه خلق عبثا وأنه ترك ليعيش من دون هدف. لا، كل شيء في هذا الكون بمقدار، كل شيء خلقه الله بقدر وبهدف وحكمة، وكل إنسان سيحاسب على كل ذرة عملها، والوزن يومئذ الحق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. خاطب الله تعالى هذا الإنسان، قال له: ألم يك نطفة من مني يمنى؟ يذكرك أيها الإنسان أنك كنت نطفة من مني يمنى. إذن هذه الآية تميز بين النطفة وبين المني. يعني ماء الرجل، نحن نعلم من خلال علم الأجنة ومن خلال الطب الحديث أن الرجل في كل مرة يعني يقذف بحدود 300 مليون نطفة، هذه كلها تشكل الماء أو المني. فالله تعالى يقول لك أيها الإنسان: ألم يكو نطفة من مني يمنى؟ يعني كنت حيوان منوي، اليوم نسميه سبيرم أو حيوان منوي صغير. هذه النطفة لا ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى مجاهر مكبرات لكي نراها، لأنها صغيرة جدا. طيب الله تعالى يذكرك، يقول لك: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه، أي من ماء الرجل، لم يقل منها، منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم قال بعد ذلك: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا الإله العظيم الذي شكلك أيها الإنسان، تريليونات الخلايا موجودة فيك، شكلها كلها من خلية واحدة هي النطفة التي لا ترى بالعين، خلق من هذه النطفة المذكرة الذكر والأنثى. طيب أنا قبل أن أنتقل إلى حقائق العلم الحديث ونضع هذه الآيات على ضوء العلم الحديث لنرى ماذا يقول العلماء، أود أيها الأحبة أن يعني لفت انتباهي أن هذا النص ركبه الله من 23 حرف أبجدي. يعني لو قمنا بعد الحروف في هذا النص، ألم يكو، عدوا معي أيها الأحبة: ألم يكو نطفة من مني يمنى، 6 كلمات، ثم كان علقة فخلق فسوى، 11، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، 16، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، 23. نص يتألف من 23 كلمة، نفس عدد الكروموزومات في النطفة، سبحان الله، عدد الصبغيات في النطفة أيها الأحبة 23، وكلمات هذا النص 23. الأعجب من ذلك أن الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة لبناء هذا النص، يعني هذا النص لا يتضمن حروف اللغة 28 المعروفة، إنما استخدم في بناء هذا النص 23 حرفا، نفس عدد الكروموزومات. والله أيها الأحبة يعني شيء يخل العقل، نص محكم يركبه الله من 23 كلمة
ويستخدم في بنائه 23 حرف من حروف اللغة. هناك 5 أحرف غير موجودة في هذا النص: الشين والصاد والضاد والظ والغين. وهناك 23 حرف يتألف منها هذا النص الكريم. طيب، هذا النص يؤكد أن القضية كلها موجودة في جينات الأب، في صبغيات الأب، فجعل منه مذكر الزوجين الذكر والأنثى. إذن الذي يحدد ذكر أو أنثى هو جينات الرجل. أنا لدي هنا مقالة منشورة من قبل جامعة نيوكاسل تشير إلى أن مئات الأبحاث أجريت، وتبين أن الذي يحدد نوع الذكر والأنثى هو الرجل وليست المرأة. طبعا هذه دراسة منشورة ب 12 ديسمبر 2008، يعني قديمة نوعا ما، ولكن دراسة علمية شملت آلاف العائلات، وتبين أن الذي يحدد نوع الجنين هو الأب، هو جينات الأب، لأن جينات الأب أو الصبغي الجنس الموجود في الأب أو هذه الصبغيات حقيقة يعني فيها كروموزوم إكس وكروموزوم واي. الآن الرجل فيه إكس واي، يعني فيه المذكر والمؤنث، المرأة إكس إكس فقط مؤنث. فجينات المرأة تحمل هذه الصفة المؤنثة فقط، جينات الرجل تحمل الصفتين المذكرة والمؤنثة إكس واي. فالحيوانات المنوية التي يطلقها الرجل تحوي على الإكس والواي، يعني المؤنث والمذكر. فعندما تلتقي مع الكروموزومات الأم التي تحتوي على إكس إكس تحديدا، لا يوجد فيها واي، لا يوجد فيها مذكر، فهذا هنا حسب بقى مبدأ الاحتمالات يتحدد نوع الجنين. إذا صادفت، إذا كانت يعني هذه النطفة تحمل الكروموزوم واي والتقت مع الكروموزوم الأنثوي إكس، فإنهما ماذا؟ يشكلان ذكرا. عندما يعني الكروموزوم إكس التابع للرجل يلتقي مع الكروموزوم إكس التابع للمرأة، هنا يكون الناتج إكس إكس أي أنثى. إذن الذي يحدد نوع الجنين ذكر أو أنثى هو الرجل، وهذا بحث مؤكد علميا أيها الأحبة، اكتشف حديثا، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعلم شيئا عن ذلك. أنا الآن لدي عدة أسئلة: هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألف هذا النص وضبطه بالضبط 23 كلمة و 23 حرف أبجدي تماما؟ يعني هل كان يعلم عدد الكروموزومات ليأتي بنص يتألف من 23 كلمة وفي داخله 23 حرف هجائي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: كيف علم أن الأب أو الذكر هو الذي يحدد نوع الجنين ليقول فجعل منه، أي من المذكر أو من الأب، الذكر والأنثى؟ والله أيها الأحبة، هذا النص أنا بالنسبة لي أعتبره أنه دليل مادي ملموس على صدق هذا القرآن وصدق هذا النبي الكريم، ولا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم.